أقيم من أيام حفل جوائز الميم العام 2015، واللي بتعتبر من أهم جوائز الشرق الأوسط للموسيقى. وزي ما كلنا عارفين ان الميم هي اختصار لجمله الميدل ايست ميوزك اووردز، وبيتنافس عليها كل سنه مجموعه كبيره جدا من اهم مطربي مصر والوطن العربي. ومن اهم النجوم اللي فازوا بجوائز الميم السنه دي تامر حسني كافضل مطرب، وشيرين عبد الوهاب افضل مطربه، وايمن بهجت قمر افضل شاعر غنائي، واحمد جمال افضل مطرب صاعد. كمان عرب وود وزميلنا يحيى حمزه حضروا حفل الميم، وكان كمان لنا لقاءات مهمه جدا مع ابرز النجوم اللي كلموا عن التكريم واهم اخبارهم. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. احنا النهارده في حفل ميدل ايست ميوزك اووردز عشان ننقل لكم فعاليات المهرجان، وكمان هيكون لنا لقاءات خاصه وحصريه لعرب وود مع الفنانين، ونشوف رايهم ايه في التكريم ده. كل ده هيكون في عرب وود، خليكم معانا. فنانة جميلة مي سليم منورانا في عرب وود، وعايز ابارك لك طبعا على التكريم، الف مبروك. وشايفه التكريم النهارده ازاي؟ اول حاجه بشكر الدير جاست على الجائزه الحلوه دي، والفانز اللي عملوا لي فوتنج، ثانك يو فيري ماتش. وانا سعيده لدرجه غير طبيعيه، وحملتوني مسؤوليه كبيره للي جاي، وبقول يا رب ان شاء الله اكون قد المسؤوليه دي، واللي جاي يبقى احلى ان شاء الله. ما انت هتشاركي السنه دي ان شاء الله في اكتر من عمل في رمضان، عايزك تكلميني وتقولي لي ايه العمل اللي هتشاركي فيها السنه. عندي مسلسل حواري بوخارست مع امير كرارة، ان شاء الله هيبقى عندكم في روتانا ان شاء الله. ودي اول تجربه بيني وبين امير، اخرج استاذ محمد بكير وكتابه هشام هلال، ومجموعه كبيره جدا من النجوم معانا. بعمل شخصيه صعبه قوي، شخصيه بنت بلد كده مصريه جدعه. دي اول مره اقدمها، ويا رب ان شاء الله يعجبكم المسلسل ده، احنا اجتهدنا فيه كلنا بصراحه وتعبانين فيه قوي. عندي مسلسل ولي العهد، ظهور خاص، بس هي شخصيه صعبه جدا، بتقلب كل احداث الدنيا وبتخرب الدنيا كلها. فيا رب كمان يعجبكم مسلسل بطوله حماده هلال، ونجوم كتير كمان في المسلسل، اخرج استاذ محمد النقلي وكتابه احمد ابو زيد. استاذ وليد منصور، طبعا عايز ابارك لك في الاول على التكريم النهارده، شايف النهارده التكريم ازاي؟ الحمد لله طبعا، يعني بس هو حلو طبعا، بس دايما هو التكريم ده بيبقى مسؤوليه، ان انت يعني لما الناس بتختارك دي بتبقى مشكله اكتر، غير لما تبقى جايزه الناس بتديها لك لشغلك خلاص او عارفينك، اما الجمهور لما هو بيختارك بتبقى مشكله اكتر، ان انت دايما بتحاول تعمل اللي جاي عشان ربنا يكرمك وتكسب تاني. انا شايف ان وجودي النهارده ده بيبقى نتيجه فريق عمل كبير بيشتغل معايا، من وليد الحريري، تامر فوزي، احمد عصام، جورج سعيد، جاكسون، عاصم، شركتي واحد واحد، الناس دي اللي بتفضل سهرانه وتشتغل معايا عشان الناس تشوف الايفنت اللي وليد بيقدر يعمله، الحمد لله بيطلع كده، فهم سبب كبير من نجاحي ووجودي النهارده معاكم. بتقعدوا قد ايه عشان تجهز حفله عشان تطلع بالشكل اللي احنا بنشوفه ده في الاخر؟ من 3 أسابيع لشهر. 3 أسابيع على الورق، من 3 أسابيع، التنفيذ 10 ايام. الحفلات اللي جايه الجديده القريبه، حفلاتك هتكون فين ولمين؟ انا لسه راجع من الكويت، كان معايا نانسي وحمائي. عندي اول ايفنت في سيزون الصيف، الالبوم تامر حسني والحفله بتاعه الالبوم في الساحل، وبعد كده عندنا حفله الميجا ستار عمرو دياب، بعد كده عندنا حفله حمائي، بعد كده عندنا حفله شيرين، وعندنا حفله الجيبس كينج اللي اول مره يجي مصر من 12 سنه برضه. اتمنى لك طبعا كل التوفيق ودايما كده في نجاح. ثانك يو، شكرا. استاذ خالد عجاج، انت النهارده بتتكرم على مجمل اعمالك، انت تاريخ طبعا في المزيكا، الف مبروك. عايز ابارك لك في الاول. الله يبارك فيك ومشكر على حضرتك وكل الناس اللي موجوده. عايز ابتدي معاك، تقول لي النهارده احساسك ايه عن التكريم، وشايف التكريم ازاي؟ اولا انا سعيد جدا بالتكريم، يعني عايز اقول لك بتبقى لحظات الواحد بيحس فيها انه قدم حاجه، مشواره بيكلل بالنجاح، ان هو عمل حاجه مؤثره. فيعني انا بقول لك احساس حاجات داخله في بعض كده كتير، لكن انا سعيد جدا يعني بالتكريم، الحمد لله. غايب بقالك فتره، سر الغياب ده كله ايه؟ نفس السؤال بيتسال في كل طبعا. غايب بقالي فتره لظروف البلد، الحاله النفسيه اللي الواحد كان فيها، فرحان وزعلان، فرحان وزعلان، مفيش حتى الجمهور العادي ما كانش مركز في الاغاني قد ما مركز في البلد وحال البلد.
هل هتشارك في حاجه في رمضان السنه دي في تتر مسلسل او حاجه؟ لا السنه دي الحقيقه لا ما حصلش لانه اتشغلت في حاجات تانية، وان شاء الله الفتره الجايه هتلاقوني متواجد يعني. امتى هنشوف الالبوم بتاع خالد عجاج الجديد؟ اعتقد على اخر الصيف ان شاء الله بامر الله يعني. اتمنى لك طبعا كل التوفيق ومن نجاح دايما يا رب. ميرسي يا فندم. شكرا. النجم احمد جمال منورنا في عرب وود، وعايز ابتدي معاك طبعا ابارك لك على التكريم، وشايف التكريم النهارده ازاي؟ اولا الله يبارك فيك، وتحياتي لكل مجموعه برنامج عرب وود، وطبعا النهارده بقول 1,000,000,000 مبروك للجمهور الاول اللي صوت لي، والجمهور اللي لسه بيتابعنا للسنه الثانيه على التوالي. احنا السنه اللي فاتت الحمد لله اخذت جائزه افضل مطرب صاعد، والسنه الثانيه على التوالي، بس جديد في السنه دي ان احنا بتشرف ان معايا اخويا الكبير مدير اعمالي الاستاذ ميمي فؤاد. نورنا نورنا ميمي طبعا، ومجهود كبير اكيد طبعا بتبذله مع احمد. عايزك تحكي لي حاجه بذله ان شاء الله. احنا الاول هنبارك له على النهارده على جائزه افضل مدير اعمال بقى في 2015. طيب قول لي شايف التكريم النهارده ازاي؟ انت النهارده زي ما احمد قال واخد جائزه، شايف التكريم ازاي؟ تمام احكي لي كده. والله حاجه حلوه قوي، لحظات حلوه قوي، اللحظات اللي لما تلاقي حد بيقول لك شكرا، انت بتشتغل طريقه شغلك كويس، انت بتعمل حاجات كويسه، فبتتبسط وبتحاول تبقى ايه يعني، بتحاول بتخلي ده بيبقى تحس ان هو بيمثل كده عليك حاجه معينه عشان تفضل ماشي كويس. فحاجه حلوه طبعا، ومبسوط ان الناس شويه ناس قالوا لي انت بتشتغل شغل كويس، ومبسوط ان يعني المناسبه الحلوه دي جت في تكريم احمد، وما شاء الله انا يعني انا اللي محظوظ. لا انا اللي محظوظ، انا اللي محظوظ مش انتوا. احنا لسه بنبتدي يعني، احنا يعني انا لسه ببتدي شغل مع احمد ان شاء الله. انا واحد من الناس انا مقتنع بصوته جدا ما شاء الله عليه، مش انا بس، انا وناس كتير طبعا، وبحب صوته زي الناس اللي كانت بتحب صوته وبتتابعه وكنت بتابعه زيهم. فدلوقتي بنبتدي نتنقل لمرحله الجد شويه، مرحله ان احنا بقى بنحاول نعمل شغل. الخطه اللي انت رسمها لاحمد جمال الفتره اللي. الخطه ان شاء الله يعني باذن الله تعالى، انا شايف احمد بغض النظر عن الشغل، انا شايف مكانته كبيره قوي في العالم العربي ما شاء الله عليه، يعني صوت حلو قوي وشخصيه كويسه وصوت مصري جميل. فمن هذا المنطلق هنبتدي الشغل، شايفه ايه؟ شايفه ان شاء الله ربنا يكرمه يبقى في احسن الاماكن يا رب، في يعني مراتب النجوم بتوع الصف الاول ان شاء الله يعني. احمد عايز اسالك عن الالبوم طبعا الجديد، اتاجل يمكن اكتر من مره، عايزك تحكي لي عنه وهينزل امتى وخلصت منه قد ايه؟ الالبوم بالفعل انتهى تماما الحمد لله، كنا بنصور صورنا 3 كليبات في امستردام في هولندا، واتأجل الالبوم لعدة ظروف كده وعدة اسباب، من ضمن الاسباب دي كانت الاحداث اللي بتمر بيها مصر والحالة العامة اللي بنمر بيها كلنا، والى جانب برضو تغيير الاختيارات لاكتر من مرة. احنا يمكن عملنا 16 اغنية عشان نختار منهم 12 اغنية، فده يمكن من يعني حرصا مننا على ان احنا نعمل حاجة كويسة ان شاء الله تنزل. بس الميعاد النهائي اللي انا بوعد بيه الجمهور ان احنا ننزل في موسم العيد ان شاء الله، وهيكون تزامنا مع نزول الاول فيديو كليب. عندك فولورز كتير على انستغرام وعلى الفيسبوك، بتتواصل مع الناس دي كلها ازاي؟ الحمد لله طبعا. بحسدك والله. لا يعني دي حاجه طبعا بتسعدني جدا والله، وبحس ان الجمهور ده يعني زي ما كان هو السبب في ظهوري وفي وجودي النهارده وفي نجاحي في الفتره اللي فاتت، اكبر دليل على ان انا موجود ان هم الحمد لله متابعيني وواقفين معايا، وزي ما بقول جمهوري دراع اليمين طبعا، والمزيكا دراع الشمال عشان افضل موجود يعني. النجم امينه طبعا عايز ابارك لك في الاول، الف مبروك على التكريم النهارده، وشايفه التكريم ازاي؟ إيه الله يبارك فيك. انا شايفه التكريم بعين الفهم بصراحه، حسيت ان الجمهور لسه بيفهم، لسه بيختار، لسه بيعرف يعني ايه الكيف ويعني ايه الكم، ان في خطوات ثابته انا ماشيه بيها، والحمد لله رب العالمين، كفايه ان هو طالما اختارني يبقى انا كده صح. هتشارك السنه دي في رمضان بمسلسلين، عايزك تكلميني عن المسلسلين، مسلسل مع النجمه هيفا ومسلسل تاني مع الاستاذ محمد نجار. ان شاء الله باذن الله. هيفا انا عامله الدور ده من زمان قوي، وكنت نفسي ينزل لانه هو نقله في حياتي ان شاء الله هيبقى. بعيد عن عسليه في دور تاني اسمه سناء بيومي، دي عاملاها مع احمد فلوكس وبشرى والاستاذ عزه بعوف وايمان العاصي. اسمي سناء بايومي، هي بشرى بتقول لي كده عشان دايما تقول كده عليا. طبعا عايزين نعمل الجو اللي هو اللي احنا عايشينه بقالنا 5-6 سنين فاتوا، وعلى اسره احنا لسه عايشين لحد دلوقتي. يعني عملت شخصيه تقدر تقول ان انا حبيت قوي التمثيل فيها، بس برضو لمست في الكوميدي، بس الكوميدي السم يعني، اللي هو برضو كوميديانة بس دماغ وبتفكر وبغرقت البلد وحاجات كده كتير يعني. الحمد لله الحمد لله. سمعنا ان انت هتغني الحنطور على طريقة تايتانيك.
انا غنيت فعلا اغنيه سيلين ديون في فيلم تايتانيك ده كان في برنامج. طبعا عايز اقول لك ان كل مصر بتقول لي انت غنيتي دي وغنيتي كمان راي على خالد شاب خالد غنيت دي على طريقه الحنطور وكانت حاجه عايز اقول لك مصر كلها عماله تعلق عليها يعني. ده انا منورانا طبعا على شاشه روتانا وفي برنامج عرب وود وانت النهارده جايه مع مي عشان التكريم. دي اول مشاركه ليا في الماما ومبسوطه جدا بوجودي النهارده طبعا عشان مي بتتكرم. بقول لها الف مبروك يا روح قلبي ان شاء الله منها للاحسن وانت استحقتيها عن جداره واكيد دي مش هتبقى اول جايزه ليك سوري مش اخر جايزه ليكي ان شاء الله اللي جاي لسه احسن واحسن باذن الله. انت بتعملي بيتعرض لك دلوقتي مسلسل شطرنج, احكي لي عن المسلسل وكواليس المسلسل مع وفاء. انا للاسف ما كانش ليا مشاهد مع مدام وفاء بس مشاهدي كلها مع ميس وعشان كده المسلسل ده هيبقى ليه مكانه خاصه جدا عندي لان ده تاني مسلسل ليا واول تجربه ليا معاها فمبسوطه جدا جدا بيها ودور لطيف ولذيذ وجديد عليا ومختلف عن اي حاجه انا عملتها قبل كده فان شاء الله يا رب يكون عند حسن ظن المشاهدين. يعني بتحضري الحاجه جديده الفتره اللي جايه؟ انا لسه مخلصه تصوير فيلم سعيكم مشكور ده من تاليف واخراج الاستاذ عادل الأديب ودور كوميدي هتشوفوني في كوميدي يا جماعة غنيت مع مي سمية هتشوفوني في كوميدي وبعد رمضان بإذن الله داخله فيلم جديد ده هيبقى من تأليف معتز فتيحة اسمه خدود الفراولة وإخراج منال السيفي ومعايا مجموعة كبيرة جدا من الفنانين منهم منذر ريحنا وهتبقى أول تجربة ليا مع مي وأمير شاهين وحورية فرغلي وفتحي عبد الوهاب وأنا أقدر أقول أنه بإذن الله الفيلم ده هيبقى هيعمل نقلة في السينما لأنه ما تعملش أي حاجة شبهه يعني هيبقى مختلف جدا بإذن الله يعني. إن شاء الله بتمنى لك طبعا توفيق ومن نجاح لنجاح كده إن شاء الله. ميرسي جدا جدا ليكو ثانك يو ميرسي. النجم محمد رشاد عايز أبارك لك في الأول على التكريم وتقولي الأول شايف التكريم النهاردة إزاي؟ حبيبي ربنا يخليك أولا وربنا يبارك فيك وأكيد أنا شايف التكريم النهاردة إن هو يعني شرف كبير ليا إن أنا بعد ما أخلص البرنامج على طول أبقى بنافس نجوم موجودين في الساحة بقالهم مدة كبيرة فالحمد لله كنت من الناس اللي خدت جوائز النهارده من ضمن الفنانين الصاعدين وباذن الله السنه الجايه ان شاء الله بامر الله برضو بدعم جمهوري وحبهم ليا ان شاء الله واكون قدمت لهم اللي يليق بفنهم وبذوقهم كل حاجه حلوه تبقى جائزه كبيره ان شاء الله. عايز اكلمك عن الجديد عندك الفتره اللي جايه ان شاء الله وسامع ان انت هتغني ديو مع نانسي عجرم. والله اقول لك الجديد ان انا باذن الله في العيد هيبقى فيه كليب باذن الله بامر ربنا وديو ما بيني وما بين الفنانه الجميله الرائعه نانسي عجرم باذن الله شغالين عليه وبنتكلم دايما في تواصل يعني عشان نوصل لحاجه معينه تبقى بومايه ان شاء الله فلحد دلوقتي لسه باذن الله يعني لسه ما خدناش ملامح معينه للديو بس ما زالت الفكره قائمه. محمد رشاد الناس حطيته في الحته الطرب شويه والطرب الشعبي كمان حابين يشوفوا محمد رشاد في الطرب الشعبي هل الالبوم هيبقى كله كده ولا هتخرج من الحته دي؟ والله بقى بص انت بتسالني سؤال وجيه وجميل وانا هقول لك حاجه هو الالبوم باذن الله مش هيبقى كله شعبي يعني مش هيبقى كله الطرب الشعبي ده هيبقى منه يعني مجموعه هيبقى فيها اغنيه مثلا اغنيتين شعبي اغنيه خليجي أغنية رومانس عادي أغنية هيد المقسوم السريع بتاعنا بتاع الحفلات والأفراح وبتاعنا الشكشكة الجميلة دي فبإذن الله هيبقى فيه ألوان مختلفة بأمر ربنا. هتغني حاجة في رمضان السنة دي أي تتر مسلسل؟ والله ربنا يسهل بإذن الله يعني المفاجآت قائمة لسه إن شاء الله. بتمنى لك التوفيق ودايما يا رب كده من نجاح لنجاح. ربنا يخليك يا رب ميرسي ليك. ميرسي النجم حسام حبيب عايز أبارك لك في الأول طبعا عن التكريم وألف مبروك وشايف التكريم النهاردة إزاي؟ الله يبارك فيك. لا شايف التكريم بص خصوصا ان انا بقالي كتير ما عملتش حاجه يعني فشايف التكريم انه دفعه قويه جدا يخليني ابقى متحفز ان السنه الجايه ابقى واقف الوقفه دي بتكرم عن البومي ان شاء الله. طب انت غايب لسه بتقول غايب بقالك فتره فين بقالك 7 سنين غايب ليه سبب الغيبه دي كلها؟ بص هي حاجات على حاجات يعني كان عندي مشاكل مع الشركه الاولانيه اللي كنت ماضي معاها وقضايا وكده الحمد لله ربنا وفقني كسبتها وبعدين ثوره وظروف ومحدش كان نفسي يعمل حاجه دلوقتي الناس كلها الحمد لله مبسوطه وكله راجع بيشتغل والصيف ده ان شاء الله هيبقى صيف مختلف باذن الله. اخبار الالبوم ايه هينزل امتى خلصت منه قد ايه؟ لا خلصت 90% منه ان شاء الله ان شاء الله هينزل الصيف يعني في اخره بعد العيد بشويه لانه العيد في يعني كتير قوي كلنا بنحاول ننزل من بعد فتره العيد فان شاء الله هتكون هي فتره شهر 7-8 في الوقت ده يعني ان شاء الله. هتشارك في رمضان في تتر مسلسلات ولا لا؟ لحد دلوقتي لا لسه بس يعني نفسي ان شاء الله حاجه من البلانز بتاعتي يعني نعملها ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك وببارك لك مره ثانيه. الله يبارك فيك ميرسي 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 جدا.
كده بيكون انتهى حفل الميدل ايست ميوزك اووردز النهارده، لكن نجومنا دايما معانا في عرب وود، ودايما الجديد والحصري عندنا هنا في عرب وود. عوده مره اخرى للاستوديو، سلام.